كثير من الناس اللي لما عبروا على موقف في ما يخص يعني حرب غزة وبالخصوص على تضامنهم مع فلسطين لقاوا على أنه هناك نوع من النقص في عدد المشاهدات وفي العدد ديال الناس اللي كيتوصلوا بالمنشورات ديالهم. ومعنا الخبيرة ريم ذكير اللي غادي تشرح لنا أشنو كيوقع هاد الأيام، لأنه تكلمنا قبيلة على الحرب، هي حرب صورة حرب الخبر، واش هي أيضا حرب على منصات التواصل الاجتماعي. ريم ذكير مساء الخير، مرحبا بك على راديو أصوات. مساء الخير أستاذة سناء زعيم، شكرا للاستضافة. إفكتيفمون كان واحد شيء من مغادير الشادو بان، ما عرفتش واحد هاد لومو هو اللي كيمثل بان المحتوى كيكون بلاك ليستي، كيكون في واحد لا ليست نوار، بحيث ما كيطلعش للناس، ما كيشوفوش الناس. ايفيكتيفمون شفنا هاد الاواخر، هاد الايام الاواخر بزاف تاع صناع المحتوى، منهم لي فوتبولور انترناسيونو ماروكا، لاعبي كره القدم الدوليين، اييه اكزاكتومون، حكيم دياش، مزراوي، صابري، اللي تاهما يا داروا دي ستوري على لو سوتيان على تضامنهم اكزاكتومون تضامنهم على فلسطين. ومالوغوزمون شافوا بان قبل كانت لا ستوري اللي كان قبل فيها 2000 3000 واحد المشاهده، هذيك لا ستوري اللي ديال فلسطين فيها باغ اكزومبل 70 واحد اللي شافوها. دونك هنا تيتصوتي توضح لينا بان راه كاين واحد الالغوريثم ديال ميتا ولا انستغرام كيرقص نسبه المشاهده الا كانت المحتوى فيه كلمه ديال فلسطين ولا فلسطين ولا لو درابو. هادشي شفناه بيان ايفيدامون فهاد الاوايا الاخيره، ولكن الناس بداو تيهضروا على هاد الشيء، ولاو كيديروا فلسطين مقسومه، يعني كيكتبوا فيلي وكيخليو واحد ليسباس عاد كيكتبوا فاتيما. وهاد الشيء الناس بداو كيتسالوا اشنو واقع، شنو واقع، واش انستغرام ولات كتنقص نسبه المشاهده فاش ايفيكتيفمون كي الناس برهنوا بهذا الشيء، برهنوا بواحد لي سكرين بان افون شحال كانوا عندهم نسبه المشاهده، ومن بعد فاش غير كيكتبوا دونك كيمشيو لي ستوري كيتمسحوا لي ستوري بالاذن ديالهم، غير فاش كنكتبوا على فلسطين. هادشي بيان ايفيدامون ما مصرحش بين فاسون اوفيسيال. نعم، الناس كيكتبوا كيشوفوا كيلاحظوا بان كاين تغيير. ودغنييرمون فاش شافوا هاد لي بلانت كثروا، لو بورت بارول دو ميتا انديستون خرج بواحد الصريح قال لهم راه ماشي حنا كنحيدوا هذوك لي ستوري، ولكن راه عندنا ان بوغ في لي ستوري في البارطاج في الريل اللي كيخلي بان الناس اليوم راه تشكو بان راه حنايا ضد لو كونفلي اللي كاين اكطوال. دونك لهذا الساعه اليومين هذا مازال ما كاينش واحد لا ريبونس اللي هي سيغ بان راه هاد المواقع التواصل الاجتماعي ضد لا كوز فلسطينيان ولا دونك مازال ما كاينش، ولكن الناس راه لاحظوا كاين واحد النسبه ديال المشاهده ضعيفه. نعم، كيكون محتوى. نعم.